رح امحي جزء من هذا كمان. هلا رح نحط هون كنترولر ديزاين. بس خلينا نقارن الاثنين ببعض. هلا السيميلاريتي ترانسفورميشن في الحاله هاي هي تي سي بحاله الكنترول. لما بدي احول الكنترول بالكانونيكال فورم او احول الكيز في النهايه، تي سي هي السيميلاريتي ترانسفورميشن، الدايمنشنز تبعتها راح تكون ان باي ان، راح تحول لي السيستم. انا ما راح احوله بس لازم تكون هاي متوفره عندنا حتى اقدر اكمل. يا بكون السيستم في الكنترول بالكانونيكال فورم، يا اما بطلع تي سي. تي سي اللي هي ترانسفورميشن ماتريكس اللي بتحوله للكنترول بالكانونيكال فورم، مقابلها تي او اللي بتحوله. هذه طبعا ان باي ان ترانسفورميشن، وهاي ان باي ان ترانسفورميشن بتحول لي هاي السيميلاريتي ترانسفورميشن. عندي هون الكنترولابيليتي ماتريكس، وطبعا هاي لازم الرانك تبعها يكون ان حتى اقدر اصمم فول ستيت كنترولر، مش هيك؟ وهاي لازم تكون الرانك تبعها اللي هي الاوبزرفابيليتي ماتريكس، كمان لازم تكون رانك تبعتها ان حتى اقدر اعمل فول ستيت اوبزرفابيليتي. هي هدول المقارنه بين هدول الاثنين، وهي متذكرين كانت بي اي بي اي بي سكوير كذا كذا لاي بي لا اي لا لا اي تو ذا ان ماينس 1، وهون كان عندي سي سي اي سي اي سكوير. بعدين عندنا تي سي بتساوي ام دبليو. دبليو اللي هي الماتريكس اللي بتحتوي الكوفيشنتس تبعت الديزايرد بولينوميال، والديزايرد بولينوميال بيعتمد على الديزايرد بولز. البولز لمين؟ للكنترولر. فانا بدي احط بولز، ما بدي اعمل بول بليسمنت للكنترولر. دبليو بتحتوي البارامترز اللي هم الالفاز، مش هيك؟ وعندي هون تي او بدها تساوي دبليو في ان. لاحظوا هاي ام في دبليو، هاي دبليو في. اوكي عندي راح يطلع مع كي، بس اخلص التصميم راح يطلع كي. كي راح تكون 1 باي ان، واللي هي مضروبه 1 باي ان، الدايمنشنز تبعتها راح يطلع هون معي ال، وراح تكون هاي ان باي. وهدول هم راح استعملهم، راح اضرب ستيتس فيهم كي في ستيتس حتى يطلع معي الاوتبوت، والاوتبوت بطرحه من يو اوف تي. هون راح اضرب الايرور اللي هو بين مين وين الايرور؟ واي واي هات، راح اضربه في ال، وبعدين راح اطرحه من اللي طالع من بي. الالفاز الفا ايز اللي هم الكوفيشنتس اوف ذا ديزايرد بولينوميال، هذا للكنترولر بولز. هذا هون عندي كمان الفا ايز راح تكون، وكمان راح تكون الكوفيشنتس of the desired polynomial. بعدين عندي هلا اذا كانت تي سي تساوي تي ماينس تي سي ماينس 1 تساوي اي، معناها السيستم ان كنترولبل كانونيكال فورم. وبهي الحاله خلص مباشره كي بتساوي الفا ان ماينس اي ان، الفا ان ماينس 1 اي ماينس 1، بضربش في شيء، ما في شيء اضرب فيه، مش هيك؟ وهون كان اذا كانت عندي تي او بتساوي تي او ماينس 1 تساوي اي، اذا السيستم از ان اوبزرفبل كانونيكال. كي تساوي بشكل عام، كي تساوي الفا ان ماينس اي ان، الفا ان ماينس 1 ماينس اي ان ماينس 1 لحد ما اوصل في النهايه، وبعدين بضرب في تي سي ماينس 1. ال تساوي تي او ماينس 1، هون كان تي سي ماينس 1، هون تي او ماينس 1، هذه رو فيكتور هذه كولوم فيكتور، وهي نفس الشيء راح تكون الفا ان ماينس اي ان الفا ان ماينس 1 ماينس اي ان ماينس 1. هاي الدايمنشنز تبعتها ان 1 باي ان، وهاي الدايمنشنز تبعتها ان باي 1.
عدد البولز الجديده للسيستم راح تكون البولز تبعت الكنترولر والبولز تبعت الاوبزرفر. فراح يصير عندي هون عندي A الجديده راح تصير A minus B K, وهون راح تكون A minus L C. والايجن فاليوز تبعت الاوبزرفر راح تيجي من هاي تساوي 0, والايجن فاليوز تبعت الكنترولر او السيستم الجديد راح تصير هاي بتساوي